مرحبا، اهلا وسهلا فيكم بمتحف الاطفال. انا اسمي السيده واي، قصدي اهلا وسهلا فيكم ببيتي، لانه كلنا بنعرف انه نحن كلنا بالبيوت عشان نحارب انتشار الفيروس كورونا، وان شاء الله رح ننتصر عليه. اليوم انا محضريت لكم تحدي، والتحدي هو تحدي البيضه. بدي اياكم كلكم تتوجهوا على المطبخ وتجربوا تعملوا زي ما انا رح اعمل. بس قبل بدي اسالكم سؤال، عمركم حطيتوا بيضه نيه جوا كاسه مي؟ طيب شو بصير لو انا حطيت بيضه جوا كاسه المي؟ فكركم هاي البيضه رح تغرق بالمي ولا رح تطفو جوا المي او تطفو على سطحه؟ خلينا نشوف. زي ما انتو شايفين البيضه غرقت بالمي، بس شو رايكم انه في مكون سري موجود بكل البيوت، وهذا المكون ممكن يخلي البيضه تطفو جوا المي؟ تعرفوا شو هذا المكون؟ المكون هو الملح. هلا رح احط 3 معالق ملح كبار جوا كاسه المي، ورح احركها مزبوط حتى الملح يذوب كتير منيح جوا المي. لازم تحكوها كتير كتير مزبوط عشان يتكون المحلول ويزبط. فكركم بكفي؟ كمان بكفي؟ أظن إنه كمان. وهلا شو رأيكم نحط بيضة جوا محلول المي والملح ونشوف شو رح يصير؟ فكركم البيضة رح تطفو على سطح المي والملح ولا رح تغرق ولا رح تطفو جوا المي والملح؟ خلونا نجرب. زي ما انتو شايفين البيضة طفت على سطح المي والملح. بتعرفوا ليه؟ لأنه أول إشي البيضة كثافتها أعلى من كثافة المي، عشان هيك أول إشي غرقت بالمي. بس أنا لما أضيف الملح على المي بتصير كثافة المي والملح أعلى من كثافة البيضة، فعشان هيك البيضة تطفو على المي والملح. بتمنى إنكم تكونوا استمتعتوا معي بهذا التحدي، تحدي البيضة. شكراً كتير لإلكم، وبشوفكم فيديوهات تانية. باي.